يعطيكم العافية جميعا. الدرس السابق، مين يذكرني بعنوان الدرس السابق؟ النضال السياسي في سوريا حتى الاستقلال. تمام، الكفاح السياسي في سوريا حتى الاستغلال. تمام. سؤال ثاني لأحمد ثابت، ما هي نتائج الثورة السورية الكبرى؟ يا ريت تذكر لي نتائج الثورة السورية الكبرى. طيب، ناخذ طالب رافع ايده، بشار أحمد. السلام عليكم أستاذ. يعني نتائج سوريا الكبرى هي إجبار فرنسا على تغيير المندوب السامي العسكري بمندوب مدني، وقبول مفاوضات مع الزعماء الوطنيين، تأليف مندوب السامي الحكومي المؤقتي، إجراء انتخابات جمعية تأسيسية، وضع الدستور للبلد عام 1928. طبعا هذه نتائج الثورة السورية الكبرى، إجبار فرنسا على استبدال المندوب السامي العسكري بمندوب مدنيا، وأيضا قبول المفاوضات مع الزعماء الوطنيين. والزعماء الوطنيين طالبوا بإلغاء الانتداب وإعلان الاستقلال وإعادة حكومة مؤقتة، وهذه الحكومة انتخبت جمعية تأسيسية، وهذه الجمعية وضعت دستورا للبلاد عام 1928. هل أراد الفرنسيين عن الدستور؟ محمد أحمد، محمد أحمد، نعم لماذا لم يرضى الفرنسيين على الدستور عام 1928؟ بس عيد السؤال أستاذ. الدستور عام 1928 لم يرضى عنه المندوب السامي، لماذا؟ 1928 إن سوريا وحدة لا تتجزأ. لا لا أستاذ، سمعني يا أستاذ، معك محمد، سمعني سمعانك. طيب، مين يجاوبني طلاب على السؤال؟ لماذا لم يرضى المندوب السامي الفرنسي عن دستور 1928؟ أنا أستاذ. تفضل عمر. السلام عليكم. تفضل عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. إبراهيم، جاوب تفضل. أستاذ. يتعارض مع صلاحيات فرنسا في سوريا ويطالب بإلغاء الانتداب وإعلان الاستغلال. لأنه لا يتعارض، يعطي، نعم، لأنه لا يعطي فرنسا صلاحيات في البلاد، يعني ما أعطاهم الصلاحيات. تمام، ويطالب بإلغاء ماذا الانتداب. تمام، ماذا فعلوا الفرنسيين حتى قبلوا بالدستور؟ إيش أضافوا؟ اضطرابات، فصدرت تمام، تم إضافة مادة 116، ومن ثم حدثت الاضطرابات والاستنكار على هذا الفعل، وتم تأجيل اجتماعات الجمعية التأسيسية إلى مدة غير محددة. سؤال ثاني، من يذكر لي أول رئيس جمهورية؟ أستاذ أنا السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل إبراهيم. محمد، أستاذ أول رئيس جمهوري محمد علي العابد. ممتاز، محمد علي العابد، تمام، الله يبارك فيك. ايضا في عندي سؤال، من يذكر لي اهم بنود معاهده عام 1936؟ ممكن جاوب استاذ؟ تفضل استاذ. استقلال سوريا التام. تمام، استقلال سوريا التام، وتتساعد دولتان في حال الحرب. تمام، وتتشاوران في الشؤون الخارجيه. نعم،
فرنسا إقامة قاعدتين جويتين. تمام. تقديم سوريا التسهيلات، تقديم سوريا التسهيلات، تقديم سوريا التسهيلات في أراضيها وطرق مواصلتها لفرنسا. تمام. مدة المعاهدة 25 عام. أي مدة المعاهدة 25 عام. ويسود بين سوريا وفرنسا سلم دائم. سلم وصداقة دائما. تمام. الله يعطيك العافية. طبعا طلاب بعت رأينا كيف السوريين توجوا كفاحهم بالجلاء في عام 1946 في 17 نيسان عندما عرضت قضية سوريا على مجلس الأمن الدولي الذي أقر بجلاء القوات الفرنسية عن سوريا عام 1946 في 17 نيسان. وأن بعد هذا القرار الذي تبناه مجلس الأمن عام 1946 في 17 نيسان وجلاء القوات الفرنسية عن سوريا، تعرضت سوريا بعد استقلالها لجملة من المشكلات الداخلية والخارجية، وأيضا حققت الوحدة مع مصر عام 1958 في خطأ 1958، ثم شهدت انقلابا عام 1963 وأيضا تلاها انقلابا آخر عام 1970، وعانت سوريا ظروفا صعبة حتى قيام ثورة 2011. فدرسنا اليوم هو سوريا منذ الاستقلال حتى الوقت الحاضر. ماذا سأتعلم من درس اليوم؟ أولا أن أذكر أهم المشكلات التي واجهت سوريا بعد الاستقلال. اثنين، أن أذكر سبب الانفصال بين سوريا ومصر. ثلاث، أن أعدد المناطق التي احتلها العدو الصهيوني في عدوان 5 حزيران عام 1967. وأيضا أن أذكر أهم المجازر التي قام بها نظام حافظ الأسد. أخيرا، أن أعدد أسباب الثورة السورية المباركة في أذار عام 2011. كلمات المفتاحية: الانقلاب العسكري. الانقلاب العسكري هو انقلاب مجموعة من الضباط العسكريين على السلطة الحاكمة، يعني بأي منطقة في سلطة حاكمة يقوم عليها مجموعة من العسكريين بانقلاب على الحكم أو السلطة الموجودة لكي يستلمون الحكم بدلا عن السلطة القديمة. المجازر طبعا معروفة، هي قتل المدنيين، وطبعا هذا الأمر احنا شفناه بأم عيوننا جميعا. الكفاءة العلمية هي الشهادات، الناس التي تحمل الشهادات العلمية في كل مجتمع.